تسألني ليش الهلال في الأردن؟ الهلال هو الأكفأ جماهيريا، الأكفأ في الإدارة، الأكفأ في الحضور في أرض الميدان، الأكفأ على مستوى اللاعبين. تخيل إحنا الرابطة الوحيدة في الأردن التي تشجع نادي عربي، لا يوجد أي رابطة في الأردن أدعم سوى رابطة نادي الهلال، وهذا فخر لنا جميعا. يعطيكم العافية. كل الاحترام والتقدير لرابطة الهلال السعودي بالمملكة الأردنية الهاشمية، ويعطيكم العافية. الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. كنا ننتظر الأفضل وكنا ننتظر محاولة أنه نحسمها من الذهاب، ولكن الحمد لله رب العالمين هيك صار وهيك حصل، وكلنا ثقة إن شاء الله بأبطالنا إن شاء الله بالإياب يعوضوها. من صدر ملاعب قلب العمان الأردن، هارد لك للهلال، نتيجة غير مرضية للأداء اليوم صراحة، توتروا. التحكيم اليوم كان لم يخدم الهلال، وهذا شيء معتاد وتعودنا عليه، لكن بإذن الله إحنا هلاليين وكلنا ثقة بالجمهور وباللاعبين وبالإدارة، يوم السبت إن شاء الله يكون يوم أزرق بإذن الله عز وجل. هارد لك للهلال وفوز السبت. للأسف التحكيم كان سيء وكالعادة، يعني شيء غير مستغرب. إحنا بالأساس من الأساس مش مستغربين إنه كيف أنت بطولة قارية زي هاي حتى الآن لساتك مش معتمد الفار. أكثر من لقطة كان الفار حكم فيها بما فيهم الطرد بما فيهم، مش عارف كيف تعتمدها وبطريقة بدائية، يعني كان شيء سيء جدا. التحكيم كان يعني بآخر المباراة سيء للأمانة، في تضييع للوقت جدا كان غير مبرر، الوقت الإضافي كان من الحكم غير مبرر، على الأقل كان 10 دقائق، بالإضافة لطرد سالم الدوسر للأمان يستحق، لكن برضو كان في استفزاز من لاعب الخصم، لو صفر من البداية فاول كان ما انطرد سالم الدوسر من البداية، فالتحكيم يعني بس بآخرها كان جدا سيء. هارد لك لجمهور الهلال اليوم، تعادل ولكن غير راضين عنه أبدا، وإن شاء الله إنه المباراة القادمة إحنا متفائلين جدا جدا في الهلال. الهلال اليوم انظلم تحكيميا، طرد سالم أثر على المباراة جدا، ولكن احنا متفائلين في الهلال. بنشكر أسرة صدى الملاعب اللي موجود اليوم معنا. الهلال بإذن الله راح نعوضها يوم السبت، وزي ما عودنا في المحافل العالمية والآسيوية إن شاء الله آسيا راح تكون زرقاء بالرغم من التحكيم، يعني ألف علامة استفهام على التحكيم اليوم، 5 دقائق بدل ضائع فقط بالرغم من إضاعة الوقت من لاعبين ريدز الياباني، غير مبرر بصراحة الطرد، ألف علامة استفهام، كان المفترض يرجع الحكم للفار، لكن قدر الله ما شاء فعل. بإذن الله راح نعوضها يوم السبت ونحتفل جميعا باللقب الآسيوي. لو عرضت لكم هاللقطات بس ما قلت منين، أي حد عم يتابع البرنامج حيقول هذه في السعودية في الرياض، لكن هذه يا أبو عبد الله في الأردن بالتأكيد. ويعني والهلال أنت تعرفه أبو كرم، وأيضا حقيقة بعض الأندية السعودية لديها جماهير حقيقة جارفة سواء في الأردن أو في بعض البلدان العربية، وتعرف الهلال أيضا في المشاهدين.